حارس المرمى ما يسيطر عليها وتروح إلى خليل محمد علاوي. خليل يرفع كرة وضربة ممتازة. ناطق هاشم تحويلة جيدة من خليل محمد علاوي على رأس ناطق هاشم يسجلنا هدف جميل بضربة رأس في الدقيقة 29 من الشوط الأول. في الدقيقة 29 من الشوط الأول ناطق هاشم يسجل الهدف الأول للفريق العراقي. هاي عادة خليل يرفع كرة جيدة وهذا ناطق ضربة رأس جميلة على يمين على يسار حارس المرمى هانز مسجلا الهدف الأول للفريق العراقي. هدف للعراق هاي عادة مرة أخرى ثوب ناطق ضربة رأس وعلى يسار الحارس قرب القائم.